بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is video number 68 about how to recite Quran in the proper way. And inshallah, in this video, we will take a review, inshallah, for Surah Abasa, بإذن الله. So let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره فلينظر الإنسان
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. May Allah reward you all إن شاء الله. See you بإذن الله تبارك وتعالى in the next video. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.